بسم الله الرحمن الرحيم. زملائي الأعزاء وأصدقائي العاملين بالقانون، محاضرة اليوم أنا بعتبرها إن هي من أهم المحاضرات اللي بتعرض على العاملين بالقانون والباحثين فيه وعلى الزملاء المحامين، وهي حالة الدفاع الشرعي. حالة الدفاع الشرعي أو حق الدفاع الشرعي بتنشأ عند وجود مشاجرة بين شخصين أو بين عائلتين أو بين فريقين، بتنشأ حالة الدفاع الشرعي. بيحكم هذه الحالة المواد 245 و246 و247 و248 و249 و250 و251 من قانون العقوبات. يعني إذا اتعرضت على حضرتك حالة من حالات الدفاع الشرعي، على طول السبع مواد دول هم اللي بيحكموا حالة الدفاع الشرعي أو حق الدفاع الشرعي. حالة الدفاع الشرعي هي ايه؟ هي استخدام القوة اللازمة لدفع اعتداء غير مشروع يقع على النفس أو المال، سواء كان الاعتداء يقع على المدافع ذاته أو غيره من أحد الناس. وبالتالي فالدفاع الشرعي بينشأ أو بيقوم أو بيتحقق إذا تعرض شخص لاعتداء على نفسه أو ماله أو على نفس غيره أو ماله. زملائي الأعزاء، هنا إذا تعرضت علينا قضية مشاجرة بين عائلتين، عشان نعرف إن فيها بيتوفر حالة الدفاع الشرعي من عدمه، لابد إن إحنا نتبين الآتي في القضية. أول حاجة عشان نثبت توافر حالة الدفاع الشرعي، بتثبت من شهود الواقعة من المجني عليهم واعتراف المتهمين وأقوال ضابط الواقعة وتحريات المباحث وتقارير الصفة التشريحية وتقارير معامل الجنائية لفحص السلاح والذخيرة المضبوطة في الحادث وتقرير مسرح العمليات. دول بيتبين منهم أن هناك حالة دفاع شرعي متوفرة أم غير موجودة في الأوراق. زملائي الأعزاء، هنا عشان نبدأ حديثنا في حالة الدفاع الشرعي، لابد أن احنا نعرض القواعد القانونية، لأننا هحاول في كل المحطات اللي هي بتتناول حالة الدفاع الشرعي هحاول أعرض القواعد القانونية اللي بتحكم حالة الدفاع الشرعي. وبعد كده أنا هتعرض للقضايا اللي هي تعرضت عليا وكيف طبقت القواعد القانونية وعالجت القضية المعروضة علينا. زملائي الأعزاء، القاعدة الأولانية هي أن التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه مدافع، حيث تنتفي مظنة الدفاع الشرعي وإما أن يكون مبادئة بعدوان فريق وردد له من الفريق الآخر فتصدق في حقه حالة الدفاع الشرعي. يعني حالة الدفاع الشرعي إما أنها تكون موجودة في بين فريقين بيعتدوا على بعض، أو بين شخصين، أو بين عائلتين، فبيتبين. فهنا إما أن يكون الاعتداء من الفريقين ليس فيها مدافع، لكن لما بيكون في اعتداء من أحد الفريقين اعتداء على الآخر، فيقوم الطرف الثاني من الفريق برد الاعتداء، فهنا بيكون في حالة دفاع شرعي. أما أن يكون إن التشاجر بين فريقين، إما أن يكون اعتداء من كليهما، الاثنين ضربوا بعض، فتنتفي مظنة الدفاع الشرعي عن بين في الأوراق. وهنا وإما أن يكون اعتداء من أحد الفريقين فيقوم الفريق الآخر برد الاعتداء فيتصدق في حقه حالة الدفاع الشرعي. آدي حضراتكم أول قاعدة من قواعد اللي هي بتحكم حالة الدفاع الشرعي. المادة 245 من قانون العقوبات اللي هي أول مادة بتحكم حالة الدفاع الشرعي، هي المادة الحقيقية اللي بتبين وبتشرح وبتحكم وبتحدد حالة الدفاع الشرعي. فالمادة 245 من قانون الدفاع من قانون العقوبات بتنص على أنه لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حالة الدفاع الشرعي على نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله. أدي المادة 245 من قانون العقوبات. المادة 246 حددت فصلت، قال إن الدفاع عن النفس هنا بيبيح استعمال القوة لرد أي فعل يعتبر جريمة بتقع على النفس، وعلى المال برضه المادة 246 من قانون العقوبات بتقول إنه حالة الدفاع الشرعي عن المال هي بتبيح رد الاعتداء على أي فعل يعتبر جريمة عن المال. زملائي الأعزاء، هنا بنصل إلى القاعدة الثانية في حالة الدفاع الشرعي، الحكمة من إباحة الدفاع الشرعي. ليه المشرع أباح حالة الدفاع الشرعي أو أباح حق الدفاع الشرعي أو أباح للشخص أنه يستخدم أو يستعمل الدفاع الشرعي؟ هنا الشراح قالوا أن الحكمة من إباحته هي الموازنة بين المصالح في المجتمع وترجيح مصلحة على أخرى، ومصلحة المعتدى عليه هي الأولى بالحماية. أما مصلحة المعتدي فلم تعد جديرة بالحماية لبدئه العدوان على المصالح التي يحميها القانون. القاعدة دي مهمة قوي، إن بنشرح إن ليه المشرع أباح حالة الدفاع الشرعي. هو قال إن الموازنة بين المصالح في المجتمع، وهنا قال إن بيرجح مصلحة المعتدى عليه اللي هي تعتبر جديرة بالحماية. أما مصلحة المعتدي فلم تعد جديرة بالحماية لبدئه بالعدوان على المصالح التي يحميها القانون. هنا بنتبين أمر آخر ترتيبا على هذه القاعدة. لكل شخص في الحياة له حقوق في حماية شخصه وحماية ماله وحماية عرضه، فإذا تجرأ أحد من الأشخاص في الاعتداء على حماية على حق شخص آخر أو مصالحه، هنا القانون والمشرع أعطاه الحماية في رد هذا الاعتداء، وهي إيه؟ هي إباحة فعل الدفاع عن الاعتداء الواقع على نفسه أو ماله أو عرضه. زملائي الأعزاء، ولذلك الشراح قالوا إيه؟ وعلى ذلك فالدفاع الشرعي بيعتبر سبب عام من أسباب الإباحة. بناء على هذه الإباحة الشراح قالوا إن الدفاع الشرعي بيعتبر سبب عام من أسباب الإباحة، يبرر استعمال القوة اللازمة والكافية لدفع خطر حال على المعتدى عليه. حضراتكم هنا طبعا كل حضراتكم احنا قلنا كل انسان له مصلحة في حماية نفسه او ماله او عرضه، فاذا تجرأ احد في الاعتداء على حق شخص اخر فالقانون والمشرع اعطى للمعتدى عليه حماية وفي رد هذا الاعتداء، واباح له رد الاعتداء استعمالا لحق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عرضه. زملائي الأعزاء، القاعدة الثالثة هنا متى ينشأ حق الدفاع الشرعي؟ ينشأ حق الدفاع، هل لابد من وقوع اعتداء بالفعل حتى ينشأ حق الدفاع الشرعي؟ الشروح قالوا لا. قالوا هنا هل لابد، التساؤل هل لابد من وقوع اعتداء لقيام حالة الدفاع الشرعي؟ الشروح قالوا لا، إن قيام حالة الدفاع الشرعي لا تستلزم وقوع اعتداء بالفعل من المجنى عليها على المتهم، وإنما يكفي أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي، ولا يلزم في الفعل المتخوف منه أن يكون خطرا حقيقيا في ذاته، بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتخيله هنا وتصوره، بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباب معقولة. هنا بننتقل بحضراتكم إلى قاعدة رابعة مهمة، وهي أن تقدير مين اللي يقدر بقى وجود حالة الدفاع الشرعي أو عدم وجودها. الشراح قالوا والمشرع تدخل في هذا الأمر وقال إن تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري، يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان، مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات. يعني الشراح قالوا هنا إن إن تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري، يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان، مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات. والقاعدة دي احنا هنطبقها في إحدى القضايا اللي كانت معروضة علينا. وهنا بتحضرني الذاكرة بقضية كانت معروضة عليا في إحدى قرى محافظة القليوبية، وهنا كانت القضية قضية قتل عمد وشروع في قتل وإصابات بين عائلتين بإحدى قرى محافظة القليوبية، وقد أصار حفيظة فريق منهم حصول الفريق الآخر على حكم بطردهم من الأرض، فصارت النزاعات بينهم واحتدمت، حتى في أحد الأيام قام الفريق الأول أو الفريق الألف وكمنوا في طريق عودة بعض أفراد الفريق به وما أن شاهدوهم حتى أمطروهم بوابل من الأعيرة النارية، فأصابت المجني عليهما بإصابات أودت بحياتهم فسقطوا على الأرض مدرجين في دمائهم. فقام بعض الأفراد من الفريق به اللي هو المجني عليهم أو المعتدى عليهم، فاتصلوا بأقاربهم وأبلغوهم بما حدث من الحادث، فحضر أفراد من الفريق به إلى هذه القرية وأطلقوا أعيرة نارية بطريقة عشوائية على المنازل المجني عليهم، فأصابوا بعض الأفراد بإصابات أودت بحياة البعض، وهذه الإصابات أودت بحياتهم. وهنا قدامنا فريقين، الفريق ألف اعتدى على 2 من الفريق ب فبقى متهمين، والفريق ب لما جه ورد الاعتداء فأصاب بعض الأفراد من الفريق ألف، فأصبح هنا من الفريق ألف متهمين ومجني عليهم، وفي من الفريق ب متهمين ومجني عليهم. هنا بمطالعة مفردات الدعوة لما اتعرضت عليا وجدت أن تحريات المباحث أفادت بأن فريق المجني عليهم، أن فريق المجني هم اعتبروا الفريق الأولاني بقى هو المجني عليهم رغم هو اللي بدأ بالعدوان، واعتبروا الفريق الثاني هم المتهمين. وعشان كده احنا وجدنا في القضية المتهم الأول والثاني والثالث اللي هم ضربوا على المجني عليهم وأصابوهم بإصابات أودت بحياتهم، اعتبروا دول متهمين الأول والثاني والثالث من الفريق ألف. لما حضروا بعض الأفراد من الفريق به فقالوا فحطوهم المتهم الرابع والخامس والسادس والسابع بقى من الفريق به، فأصبح هنا قدامنا مجني عليهم من الفريق ألف ومتهمين ومجني عليهم من الفريق به ومتهمين. زملائي الأعزاء، طبعا هذا الموقف لما حضر مجموعة من الفريق به وشاهدوا شقيقهم وقريبهم هنا يعني بينزف منهم الدماء، فهذا التصوير للحادث أوقع الرعب والخوف في قلبهم، وتيقنوا أن أذى سيلحق بهم وأن جراحا بالغة ستصيب بهم، فاعتبروا في حال الدفاع شرعي عن نفسهم، وهو الأمر الذي يبرر استخدامهم للسلاح وللأعيرة النارية التي استخدموها في رد الاعتداء. زملائي الأعزاء، لو هنا على محكمة الموضوع لما بتتعرض عليهم قضية في هذا الأمر، المشرع أوجب على محكمة الموضوع لو اتعرضت عليك قضية فيها فريقين، فيها متهمين من الفريق ألف ومتهمين من الفريق ب ومجني عليهم من الفريق ألف ومجني عليهم من الفريق ب، قالوا إن على محكمة الموضوع أو على محكمة الجنايات هنا أن تبحث حالة الدفاع الشرعي. يبقى اتعرضت قضية على محكمة الموضوع، يجب على محكمة الموضوع أن تبحث حالة الدفاع الشرعي فتثبت قيامها أو تنفيها، ما دامت المفردات والوقائع ترشح لقيام حالة الدفاع الشرعي حتى ولو لم يدفع المتهمين بقيامها. يبقى القاعدة هي إيه؟ إذا اتعرضت هذه القضية وفيها فريقين فيهم إصابات وفيهم متهمين، يجب على محكمة الموضوع أن تبحث حالة الدفاع الشرعي فتثبت قيامها أو تنفيها، ما دامت المفردات والوقائع ترشح لها حتى ولو لم يدفع المتهمين بقيامها، حتى لو المتهمين ما جوش ودفعوا بتوافر حالة الدفاع الشرعي في الأفعال المنسوبة للمتهمين، حتى لو ما دفعوش الدفع ده يجب على محكمة الموضوع أن تبحث حالة الدفاع الشرعي فتثبت قيامها أو تنفيها، ما دامت المفردات والوقائع ترشح لها حتى ولو لم يدفع المتهمين بقيامة هذه الحالة.